هل انت لاحظت يا كابتن جمال النهارده ان الراجل بصماته وضحت بعد الثمان ايام 10 ايام اللي فاتوا، اضافه للاربع ايام بعد التدريبات لغايه لما لعبنا مباراه النهارده المؤجله من الاسبوع ال 11؟ هل لمست فعلا تطور في اداء بعض اللعيبه؟ هل لمست ان الزمالك فعلا زي ما هو قال في المؤتمر الصحفي او في احد المؤتمرات ان هو بيشتغل للمستقبل، ان شاء الله ان الزمالك هيرجع والزمالك هيبقى موجود بس محتاجين وقت؟ طبعا لسه محتاج وقت طبعا. هو ممكن يكون التظبيطه دفاعيا والخطوط اللي اتكلم فيها الكابتن احمد، يعني خطوط الفرقه احنا كنا خطوطنا دايما بعيده جدا عن بعض، فالنهارده لا الخطوط قريبه حتى لما في اخطاء، بس الخطوط كلها قريبه من بعض، فلو واحد بيخطأ تلاقي في واحد على طول وراه، فهي دي يعني ده الملاحظ النهارده على اللعيبه وعلى الفرقه. في روح برضو ما كانتش موجوده الفتره اللي فاتت، فده برضو بتبقى خسران وترجع طبعا تتعادل وتكسب طبعا. لا يعني في ثقه مع فرقه كبيره، لا فرقه كبيره عليك طبعا، فرقه منافسه واخد ثقه، اللعيبه مقتنعه جدا بالمدير الفني، لانه لما بتقول لك لما المدير الفني بيقول لك على حاجه وانت بتنفذها لسه مقتنع بيها الاول عشان اقدر انفذها، فده برضو من الواضح انه لا اللعيبه فعلا مقتنعه بكل التعليمات اللي بتتقال لها. ف لا في حاجات طبعا كتير، يعني الراجل برضو يعني قيمه برضو ان هو واقف على الخط والتغييرات اللي هو بيعملها والتعليمات اللي بيقولها، لا يعني الراجل برضو عنده خبرات كبيره جدا وثقل كبير جدا على الخط. ف لا انا شايف ان يعني اضافه اختيار موفق من مجلس الاداره طبعا، جاب الكابتن طارق اضافه قويه جدا للتوقيت ده طبعا. اصل هو جاي مجلس الاداره جايب فريرا مشروع للنادي سنتين ثلاثه، هل تعلم والجمهور يعلم ان فريرا عامل فرقه تانية مواليد 99 و2001 و2003 بيتمرنوا قبل الفرقه الاولى، وجايب المساعد بتاعه الاسيستنت المساعد اسامه وجهاز كامل بيتمرنوا، يعني عامل فرقه تانية لنادي الزمالك للمستقبل وبيتابعوا في مباراه وديه بيلعبوها، يعني هو عامل حسابه ان المشروع ده لو صادفوا نتائج زي النهارده كويسه طبعا الناس كلها وكلنا هنبقى مبسوطين بيه، بس احنا لازم نعرف نهايه المشروع ده ان هو بيعد جيل كويس وفي نفس الوقت بينافس على البطولات اللي نادي الزمالك هو بطل الدوري الموسم الماضي.